من وجهة نظر استشراقية، هل عمر بن الخطاب أمر بحرق مكتبة الإسكندرية؟ وما الخطأ اللي وقع فيه عثمان بن عفان؟ وهل الأمويين كانوا علمانيين أم لا؟ كيفكم؟ أنا أيمن خيري، وهي الحلقة الأولى من سلسلة تاريخ العرب من وجهة نظر استشراقية. أول وثيقة ذكرت العرب بالتاريخ كانت التوراة، اللي تحدثت عن مجموعة بشرية سكنوا شمال الجزيرة العربية، عاشوا هناك تقريباً 1500 قبل الميلاد. العرب في التوراة كانوا دائماً ينذكروا بكونهم أعداء اليهود ومنافسيهم في السيطرة على الأرض المقدسة، وانذكر العرب كمان في بعض المراجع اليونانية والرومانية بكونهم بدو رحل بيعيشوا في شبه الجزيرة العربية، بعضهم مقيم حول بعض الواحات وأسسوا بعض المدن مثل البتراء وتدمر ويثرب، لكن أغلبية العرب كانوا رحل بفضل حياة الحرية في الصحاري على الاستقرار في المدن وقرب الواحات. أسلوب الحياة هذا الصعب بالصحراء وغياب دولة مدنية تجمعهم جعلهم يستحدثوا القوانين العشائرية، وهي قوانين غير مكتوبة بتضمن حق الجميع وبتضمن كمان أهم إشي شرف القبيلة وسمعتها، اللي هو كان بالنسبة للعرب أهم إشي بهذيك الفترة ويمكن لغاية الآن كمان. خلال القرن الأول للميلاد العرب الرحل كانوا يؤمنوا بعدة آلهة ويعبدوها من خلال الأوثان. الوثن ممكن يكون حجر أو شجر أو ربما قد يكون بناء بسيط مثل الكعبة اللي كانت موجودة بمكة، بالإضافة كمان لكعاب أخرى كانت منتشرة في شبه الجزيرة العربية. كانوا العرب كمان يؤمنوا بوجود أرواح غير مرئية، الأرواح الخيرة كانوا يسموها جن، أما الشريرة فكانوا يسموها عفريت أو غول. في القرن الرابع الميلادي بدأ العرب بنبذ تعدد الآلهة وبدأوا يؤمنوا بإله واحد فقط أطلقوا عليه اسم الرحمن. في المدن والواحات العربية كانت الزراعة منتشرة نوعا ما، لكن اللي كان يمارسها هم اليهود غالبا. طيب شو اللي جاب اليهود هناك؟ هم اليهود اللي نفتهم الإمبراطورية الرومانية من بلاد الشام وأرسلتهم عقابا لهم يعيشوا بالصحراء العربية. في القرن السادس الميلادي وفي الشمال الشرقي لشبه الجزيرة العربية كان موجود مملكة عربية اسمها مملكة الحيرة، كانت حليفة للإمبراطورية الفارسية، بينما في الشمال الغربي تواجدت مملكة عربية أخرى هي مملكة الغساسنة واللي كانوا حلفاء للإمبراطورية الرومانية. أما في جنوب الجزيرة العربية فوجدت مملكة أبرهة، أبرهة اللي مات سنة 570 ميلادي أثناء محاولته التوجه من اليمن شمالا لغزو كامل بلاد العرب. أهم مدينتين في شبه الجزيرة العربية في القرن السادس كانوا يثرب ومكة. يثرب كانت مدينة بسيطة بتعتمد على الزراعة وكان عندهم بعض القلاع الصغيرة لحماية مدينتهم من الغزاة، أما مكة فكانت تعتمد بشكل رئيسي على التجارة وكانت أهم مدينة تجارية في شبه الجزيرة العربية آنذاك، ومكة كان يحكمها بشكل رئيسي قبيلة قريش. في هاي الظروف وفي مدينة مكة بالتحديد ولد شخص غير التاريخ، ولد الرسول محمد. تاريخ ميلاده مختلف عليه لكنه تقريبا في حدود 571 ميلادية. محمد عاش حياة فقيرة، لما بلغ 25 سنة تزوج أرملة أكبر منه ب 15 عام اسمها خديجة، ولما بلغ الأربعين بدأ محمد يصعد لإحدى الكهوف في مكة مشان يتأمل ويتفكر، وهناك بدأت توصله رسائل سماوية عن طريق الملاك جبريل. سنة 613 ميلادي بدأ محمد ينشر رسالته بالتدريج بداية بين أقاربه وأصدقائه. رسالته كانت بسيطة نوعا ما وهي ضرورة الإيمان بإله واحد فقط هو الرحمن الرحيم، وبدأ يأمر أتباعه بالصلاة باتجاه القدس. رسالته واجهها صد ورفض من أغلب أهل مكة لخوفهم على تجارتهم واقتصادهم، فاضطر محمد وأتباعه بسنة 622 ميلادية أنهم يهاجروا نحو يثرب وتغير اسمها للمدينة المنورة، وفيها أنشأ محمد أول مجتمع إسلامي وتحول من مجرد رسول إلى قائد مدني وعسكري. بسنة 630 تمكن المسلمين من السيطرة على مكة وأمر محمد بهدم كل الأوثان، وعامل سكان مكة بإحسان فدخلوا كلهم في الإسلام. بدأ هون الرسول ببناء المجتمع والأمة الإسلامية بحيث حاول إصلاح بعض العادات السيئة المنتشرة بين العرب، وأعطى النساء حق التملك وحدد حد أقصى لعدد الزوجات المسموح فيه للرجال، ومنع الكهانة ورجال الدين وحرم الربا والقمار ولحم الخنزير والخمر وغيرها من الأمور، بالإضافة كمان لأنه نظم العلاقة ما بين الأحرار والعبيد. يعني القرآن باختصار استطاع أنه يهذب أخلاق العرب ويوحدهم لأول مرة بالتاريخ بطريقة سلمية كانت رح تعجز كل جيوش العالم منها تهذبهم أو توحدهم بهذا الشكل. بعد وفاة الرسول بسنة 632 حصل خلاف حول مين لازم يتولى منصب خليفة رسول الله، لكن استطاع أبو بكر بعد نقاش طويل مع رؤساء العشائر أنه يحصل على موافقتهم على تولي هذا المنصب.
علي بن أبي طالب رفض مبايعة أبو بكر في البداية، لكن بعد 4 شهور وبعد تردد طويل قرر أنه يبايعه. مهمة أبو بكر الأولى كانت إخماد الثورات والتمردات اللي حصلت بعد وفاة الرسول بشبه الجزيرة العربية، واستطاع فعلا إخمادها بمساعدة جنراله العسكري خالد بن الوليد. بعد ما استطاع أبو بكر من إعادة توحيد العرب وعاد الاستقرار للمنطقة مرة ثانية، بدأ أبو بكر يتطلع للتوسع خارج شبه الجزيرة العربية، وهذا لسببين. السبب الأول لتوجيه طاقات العرب نحو الأعداء الخارجيين بدل ما تتوجه ضد بعضهم البعض. السبب الثاني هو للحصول على الغنائم وتحسين نوعية الحياة الاقتصادية في الدولة الإسلامية الحديثة. بهديك الأثناء كان في شمال الجزيرة العربية كل من الإمبراطورية الساسانية الفارسية بالإضافة للإمبراطورية الرومانية. كلا الإمبراطوريتين كانوا يمروا بمرحلة ضعف نتيجة الحروب الطويلة والعنيفة اللي خاضوها ضد بعضهم البعض. شغلة تانية كمان ساعدت المسلمين إنه الممالك العربية الحليفة للفرس وللروم كانت ناقمة على الفرس وعلى الروم وكانت راغبة بالثورة عليهم. فبدأ العرب تحركهم في البداية نحو بلاد الرافدين ضد الفرس، كان هدفهم في البداية فقط السيطرة على بعض الأراضي الزراعية والحصول على بعض الغنائم، لكنهم تفاجأوا من ضعف الجيش الفارسي وضعف دفاعاته، فازداد حماسهم وتوجهوا نحو دمشق لمحاربة الرومانيين. الإمبراطور الروماني هرقل ارتعب من القوة العربية الوليدة، فبعث قوات رومانية لحماية بلاد الشام، لكن خالد بن الوليد استطاع التوغل في بلاد الشام وسيطر على جزء كبير منها. سنة 634 توفي أبو بكر وتولى عمر بن الخطاب مهمة خلافة رسول الله، وفي عهده تم السيطرة على كامل بلاد الشام، وتم تنصيب معاوية بن أبي سفيان والي على الشام. بعد هيك توجهت الجيوش العربية نحو العراق وتم السيطرة عليها بالكامل وطرد الفرس منها. انتصارات الجيوش العربية هاي كانت مذهلة، مع انه التكتيكات العسكرية كانت بسيطة والأسلحة كانت شحيحة وأعداد الجنود العرب كانت أقل من جنود الروم الفرس، إلا انهم استطاعوا تحقيق انتصارات عظيمة جدا جدا. بسنة 639 توجه عمرو بن العاص بجيش نحو مصر. مصر كانت دين بالدين المسيحي بهذيك الفترة وكانت تابعة للإمبراطورية الرومانية، لكنها كانت تعاني الويلات من ظلم وقهر من الروم، فقاموا المصريين بفتح حصونهم ورحبوا بالعرب مشان العرب يخلصوهم من الروم. من المهم هون الحديث وذكر القصة المنتشرة عن أمر عمر بن الخطاب بحرق مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية اللي كانت المكتبة الأعظم على وجه الأرض في حينها. بيحكي المستشرق بيتر مانسفيلد إنه هاي قصة مكذوبة تم تلفيقها للخليفة عمر، وإنه في الحقيقة مكتبة الإسكندرية أحرقت قبل هيك ب 300 سنة تقريبا أثناء حرب أهلية حدثت في مصر. وبنظر مانسفيلد فمن غير المقنع إنه عمر بن الخطاب أمر بحرق مكتبة الإسكندرية، لأنه حرق المكتبة إشي بخالف أوامر الرسول اللي أمر باحترام العلم والعلماء. طيب بسنة 644 تم اغتيال عمر بن الخطاب على يد عبد فارسي. أثناء صراع عمر بن الخطاب مع الموت قام بسرعة هيك بتشكيل لجنة لاختيار الخليفة الجديد، واللجنة قامت باختيار عثمان بن عفان. عثمان على عكس أبو بكر وعمر كانت شخصيته ضعيفة نوعا ما وكان يتردد في اتخاذ القرارات، فوقع عثمان في أخطاء تسببت في أول انشقاق في الأمة الإسلامية، قسم المسلمين لسنة ولشيعة لغاية الآن. عثمان ما نجح في الحفاظ على وحدة الولايات الإسلامية الجديدة ولا في الحفاظ على مركزية المدينة المنورة كمركز الحكم في الدولة الإسلامية، وكمان الولاء اللي كلفهم عثمان على الولايات المختلفة في مصر والشام والعراق تسببوا بمشاكل جعلت الشعوب هناك تغضب وتثور وتتمرد. بسنة 656 ميلادي تم قتل عثمان بن عفان في منزله في المدينة المنورة من قبل المتمردين من الولايات المختلفة. علي بن أبي طالب في هاي اللحظة برز في الساحة بعد وفاة عثمان، وبدأ البعض يطالب بتولي الخلافة، لكن علي كان له منافسين على الحكم، منهم بني أمية في الشام ومنهم كمان عائشة أرملة الرسول. حدثت معركة الجمل بين جيش علي وجيش عائشة في البصرة في العراق وانتصر علي، فأسس علي دولته في العراق ونقل العاصمة من المدينة المنورة إلى الكوفة. بهاي اللحظة التاريخية المدينة المنورة ومكة وشبه الجزيرة العربية فقدوا دورهم كمركز للدولة الإسلامية. طيب على الرغم من حكمة علي ومن كفاءته في الحرب، لأنه كان ضعيف سياسيا، معاوية في الشام وعمر بن العاص في مصر ما عجبهم أنه علي يستلم الحكم، فوقعت معركة صفين بين الجيشين في المنطقة الحدودية ما بين العراق وسوريا. كان جيش علي على وشك الانتصار، لكن عمر بن العاص
لعب لعبته وأمر جنوده أنهم يرفعوا المصاحف على رؤوس الرماح، فعلي أوقف القتال. قرار علي هذا رفضوه البعض من أتباعه، واللي بالنهاية اغتالوه بسنة 661 ميلادية. فانقسم المسلمين شقين ما بين اللي كانوا يعتقدوا أنه علي هو الأحق بالخلافة وتم تسميتهم الشيعة، وما بين من كان يعتقد أنه معاوية هو الأحق وتم تسميتهم السنة. عند وفاة معاوية استلم الحكم ابنه يزيد، فتشجع الحسين بن علي وبدأ ثورة ضد دولة بني أمية اللي اعتبرها دولة علمانية غير دينية. لكن استطاعت جيوش يزيد من قتل الحسين في مدينة كربلاء، وبعدها استقرت الأمور لبني أمية. حكم بني أمية استقر تقريبا 100 عام، ووصلت حينها الدولة العربية الإسلامية أقصى حدودها، وصارت أشبه بالإمبراطورية. لكن التوسع بحسب المستشرق كان هدفه ما كان هدفه ديني، وإنما كان هدفه سياسي واقتصادي. طيب اسمعوا هاي. جيوش الدولة الأموية كانت في البداية مكونة من الجنود العرب الأقحاح فقط، لأنهم الأمويين أرادوا احتكار الغنائم للعرب فقط، والجيوش العربية ما كانت تستقر في المدن الجديدة لما يفتحوها، وما كانت تطلب من أحد اعتناق الإسلام، وإنما كانوا بمجرد سيطرتهم على المدينة الجديدة كانوا يولوا أمير عربي عليها، وينتقل الجيش فورا لجبهات جديدة. بالتالي الدولة الأموية كانت أشبه نوعا ما بكونفدرالية عربية، بمعنى أن العرب وضعوا نفسهم كطبقة حاكمة على باقي المسلمين اللي أطلقوا عليهم اسم موالي، مثل الفرس والمصريين والبرابرة وغيرهم. طبعا العرب كانوا يعاملوا الموالي باحترام ومساواة، لكن ما كانت توصل درجتهم للعربي النقي. لكن بشكل عام العدل والحرية اللي كان يمنحها بني أمية للجميع، بالإضافة كمان لمساهمة بني أمية في الازدهار التجاري والعمراني في المدن الجديدة، هاي الأمور ساهمت في تسهيل بسط سيطرة الأمويين على مناطق جديدة، لأن الشعوب كانت ما تمانع من سيطرة الأمويين عليهم وتخليصهم من حكامهم السابقين الظالمين. لكن بالمقابل أهل الذمة أو غير المسلمين كانوا مجبرين على دفع ضرائب مرتفعة في سبيل توفير الحماية والحرية لهم. هذا جعل الكثير من غير المسلمين يعتنقوا الإسلام بس مشان يتخلصوا من الضرائب اللي هي الجزية. هلأ دخولهم هدول للإسلام كان يخفض من إيرادات الضرائب للحكومة، فكان بعض حكام بني أمية كانوا ينتبهوا لهذه الشغلة، فكانوا يحطوا شروط صعبة على اللي بده يعتنق الإسلام، ليه؟ مشان يضلوا غير مسلمين ويضلوا يدفعوا ضرائب وجزية للحكومة. بالتالي العرب مع أنهم كانوا بشكل أقلية في الدولة الأموية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم فارضين سيطرتهم على مساحات شاسعة في وقت قياسي ما كانوا مستعدين ولا حتى مهيئين إداريا لحكمها، فاضطروا أنهم يبدأوا يجندوا الموالي وغير المسلمين في الجيش، لكن كجنود مشاة فقط. ليه؟ لأن المناصب القيادية في الجيش كانت حكرا على العرب الأقحاح فقط. طيب في بداية القرن الثامن الميلادي ومع دخول سكان شمال إفريقيا للإسلام، التعاون ما بين العرب والبربر شكل قوة عظيمة جدا وجهتهم لعبور البحر نحو إسبانيا. بعض المدن الإسبانية وخاصة اليهود هناك رحبوا بالمسلمين مشان يحرروهم من طغيان وفساد الإمبراطورية الرومانية. العرب في إسبانيا استطاعوا أنهم يقيموا واحدة من أعظم الحضارات في الأندلس وممكن في العالم. الكل عاش فيها بسلام، المسلمين وغير المسلمين، العرب وغير العرب، وازدهرت خلالها كل أنواع العلوم. مدينة قرطبة لحالها كان فيها أكثر من 70 مكتبة عامة وأكثر من 900 حمام عمومي. تعليق جانبي من عندي، أتوقع حاليا دولنا العربية من المحيط للخليج كلها ما فيها 900 حمام عمومي. وكان أي حاكم أوروبي بهذيك الفترة لما كان يحتاج معماري أو فيزيائي أو موسيقي أو طبيب كان يتوجه لقرطبة. هذا الحكي بأوروبا، بينما في شرق آسيا فاللي ساعد على انتشار الإسلام أكثر مش الفتوحات وإنما التجار، فوصل الإسلام لحدود الصين وأندونيسيا وغيرها من الدول. طيب ختاما لحلقة اليوم، بيأكد الكاتب أنه لازم نفرق ما بين التعريب والأسلمة. التعريب أنه بدأ قبل الإسلام بحوالي 200 سنة لما بدأت القبائل العربية تتوجه شمالا نحو العراق وبلاد الشام وقاموا بتأسيس ممالك هناك، وتوقف التعريب بنهاية الدولة الأموية. بينما الأسلمة فبدأت مع الإسلام ولغاية الآن لساتها مستمرة، فمدتها أطول من التعريب. الحلقة القادمة رح نتحدث عن أسباب انهيار الدولة الأموية وظهور الدولة العباسية والسلجوقية والفاطمية وعن الحروب الصليبية وغيرها من الأمور. هلأ اكتبوا لي بالتعليقات لأني رح أقرأ كل التعليقات وحاب أعرف رأيكم.
شو رأيكم بنظرة المستشرق بيتر مانسفيلد بالشخصيات والحوادث اللي ذكرتها اليوم؟ هل كان تحليله برأيكم صائب أم لا؟ الشغل الثاني، هل الدولة الأموية بنظركم كانت إمبراطورية علمانية بحسب مانسفيلد أم أنها كانت خلافة إسلامية؟ احكوا لي كمان بشو أخطأ وبشو أصاب. ما تنسوا تشتركوا في القناة على الفيسبوك واليوتيوب مشان يوصلكم إشعار الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ العرب من وجهة نظر استشراقية، وبتلاقوا كمان محتوى حصري على حسابي على إنستغرام. بحب أشكر داعمي القناة على البيتريون وعلى اليوتيوب وعلى اليوتيوب ممبرشيب. كان معكم أيمن خيري، استمتعوا بحياتكم، سلام.